النقطة بقى المهمة اللي احنا عايزين نطرحها مع حضرتك، هو دلوقتي الراجل المحترم ده يعني بيقول ان احنا ما كناش نعرف ان في سد بيتبني وان احنا كنا مشغولين في الثورة والكلام ده كله. طب السؤال يعني الأستاذ محمد بهاء الدين وزير الري يعني أو السيد يعني ان يعني ما أعرفش هم كلهم كانوا دكاترة الحقيقة. انت حضرتك ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده، طب سافرت أثيوبيا ليه؟ ومرسي سافر اثيوبيا. يعني سافرتوا اثيوبيا ما ليه؟ ما تفهميش، لا ما كانوش يعرفوا برضو. طب نشوف الفيديو ده؟ كانوا رايحين يتفسحوا. يعني نشوف الفيديو عشان ما ماشي. نظلمش. قرار اثيوبيا ده؟ قرار ايه؟ تحويل مجرى النيل الازرق، ما هو خدوا الاجراء ده قبل اللجنه الثلاثيه وقبل انتظار التقرير والنتيجه. اي اجراء؟ اجراء تحويل النيل يا فندم. ايوه يا فندم، وانتوا كنتوا محضرين، ما هو الموضوع جه مفاجئ اهو يا فندم. او يعني اي مفاجاه، اي مفاجاه، بس انا مش عايز يعني اي مفاجاه حصلت. هو مره قال اتفاجئنا ومره قال ما اتفاجئناش. هو ده نهجهم، هو ده منهجهم، هو ده سلوكهم. لا لا لا، ما يرسكيش على بر. وبعدين ما فيش اي شجاعه في تحمل المسؤوليه. شوفي رغم ان الراجل ده كبير يعني في السن، طلع دكتور على فكره. نعم شفتي، وكمان دكتور. ما انا بقول لك هم كلهم دكاتره، فانا فعشان بس ما بيتضايقوا هم بالدال. يا سلام. لا، هي الفكره انه دول ناس. هو ليه الشعب ما وثقش فيهم تفتكري ليه؟ ما هو الشعب ما بيقراش الطالع يعني، ولا بيضرب الودع. لا، هو بيشوف واحد بيقول له على حاجه وبعدين يعمل حاجه ضدها. يعني يتكلموا عن ان لا الجيش والعظيم والبتاع، وبعدين يبعت ناس يقتلوا 17 جندي مصري وهم بيفطروا في رمضان.